رجل بدا الطواف من عند مقام ابراهيم وطاف سبعا ثم سعى وحلق، هل عليه شيء؟ ما صح طوافه، ناقص طوافه، ناقص. بدايه الطواف من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، من الحجر الى الحجر، هذا الشوط. فان نقص بعض الشوط فانه لا يتم حتى ياتي بشوط كامل بدل ناقص، فعليه ان يكمل طوافه. وحلقه ما هو صحيح، يكمل طوافه ثم يعيد ملابس الاحرام ان كان خلعها، يعيدها ويكمل طوافه ثم يحلق او يقصر، وبذلك تتم عمرته. نعم يعيد السعي، لان السعي ما يصح الا بعد الطواف.